الله الرحمن الرحيم. الآن الجزء الثالث من الموضوع الفورموليشن اللي هو امتداد ل chapter 2. هذا موجود في chapter 3 و chapter 4، موضوع المودلينج أو إن كيف نعمل linear programming، نحول المسألة ل linear programming model. بدأ الكتاب ب chapter 2 لما يكون في عندي 2 decision variables فقط الآن، وأعطى الأساسيات والأشياء الرئيسية في عملية الفورموليشن لللينير بروغرامينج. وبالفيديو الأول والثاني تعرفنا على ما هو اللينير بروغرامينج، لينير بروغرامينج موديل، وكيف نعمل نحول النص إلى معادلات على شكل لينير بروغرامينج موديل. في تشابتر 3 وتشابتر 4 موضوع اللينير أو الفورموليشن لللينير بروغرامينج، بدل ما يكون بس 2 decision variables صار الموضوع شوي أوسع، إن نعمل linear programming model مكون من أكثر من 2 decision variables، يكون عندي 3 أو 4 أو 5 أو أكثر. وهذا مقدمة ل يعني إن نعمل linear programming model مكون من أكثر من 2 decision variables، لأنه بالواقع أصلاً ما في يعني 2 decision variables فقط. بالواقع بالمسائل العملية دائما بيكون في عندي اكثر من 2 decision variables، في lot يعني عدد مش قليل من decision variables. و فاحنا بدنا نعمل formulation لهاي البروبلم ومن ثم بدنا نحلها. الان حكينا بانه حل اللينير بروجرامينج موديل، بعد ما نبني الموديل يعني الحل وايجاد الاوبتيمال سوليوشن له ثلاث طرق يعني مقترحه في هذا الكتاب. الطريقه الاولى طريقة الجرافيكال ميثود، الطريقة الثانية طريقة السمبلكس اللي هي في مادة الفاينل، هاي أصلا مقدمة لمادة الفاينل، بداء مادة الفاينل. والطريقة الثالثة وهي الأكثر شيوعا أصلا والأكثر استخداما في الوضع العملي اللي هو الكمبيوتر سوليوشن. انت بتدخل المعادلات وتدخل الموديل على الكيو ام او على احدث سوفت الاكسل، على احدث سوفت ويرز المستخدمه لحل اللينير بروجرامينج مودلز وبتحل. الان زي ما بنعرف اللينير بروجرامينج انا بيكون في عندي متغير زد، انا بدي اعمل له اوبتمايزيشن. عندي المتغير زد وبدي اعمل له اوبتمايزيشن. طبعا معنى اوبتمايز الفاليو اوف زد يعني اني انا بدي اوجد اما اعلى قيمه لزد او اقل قيمه لزد، وحسب ما بنفعني. يعني اذا انا الفاريبل هذا بدي اعمل له ماكسمايز او بدي اعمل له مينيمايز. بالمسائل التطبيق اللي اغلب المسائل الموجوده هون، اذا كان بروفيت او ريفينيو احنا بدنا نعمل ماكسمايز، واذا كان كوست بدنا نعمل مينيمايز للكوست. الان بس قيمه هذا الزد تعتمد على قيم متغيرات اخرى اللي هي اكس 1 واكس 2 واكس 3 واكس 4 الى اخره. طبعا كل x يعني كقيمة x، إذا كان عندي مثلا سؤال production بتكون ال x هي عبارة عن كمية الإنتاج من هذا المنتج، أو الكمية إذا كانت مسألة مثلا مسألة شرائية لرو ماتيريال بتكون كمية اليونتس اللي بدي أشتريها من هاي المادة أو من هذا الإشي اللي هو decision variables. فدائما حكينا الخطوة الأولى في الفورموليشن إننا نحدد decision variables، تحديد decision variables اللي هم أصلا الزد اللي أنا بدي أعمله maximize أو minimize يعتمد على قيم هذه decision variables. وهذه decision variables كل واحد منهم إله contribution، إله مساهمة في قيمة زد. يعني كل unit من x1 تساهم بقيمة زد، وكل يونت من x2 تساهم بقيمة زد، وكل يونت من x3 تساهم بقيمة زد. هذول اللي هم معاملات ال x1 وال x2 وال x3، هاي اللي هم مساهمة اليونت الواحدة في الزد. وقيم ال x1 وال x2 وال x3 هي اللي احنا بدنا نوجدها ونحددها من خلال السوليوشن لللينير بروجرامينج موديل. طيب نبلش الآن بهذا السؤال، وهذا سؤال امتحان سابق. الأديب ببلشينج كومباني ببلشز 3 ويكلي ماجازينز، يرموك لايف، فارمينج توداي، اند فوتبول نيوز.
publication of one issue of each of the magazines requires the following amounts of production time and paper. إذا شركة الأديب تنشر أسبوعيا ثلاث مجلات الواي ال والاف تي والاف ان اختصاراتهم يعني. الآن نشر أي مجلة من هذه المجلات بده production time وقت إنتاج و paper اللي هي الورق اللي يستخدم في صناعة هذه المجلة. الآن هاي اليرموك لايف تست، الآن هو معطيني الكونسومشن الاستهلاك، يعني نقدر نعرف انه decision variables. هون احنا قلنا انه بنقرأ السؤال كامل ومن ثم نحدد decision variables. اقول انه هون معطيني اليرموك لايف، بدها مشان ننتج اليرموك لايف بحاجة الى شغل 0.01 ساعة وبحاجة إلى 0.2 باوند من البيبر من الورق، بينما الفارمينج توداي بحاجة إلى 0.03 أور من البرودكشن تايم أور و 0.5 باوند أوف بيبر. الفوتبول نيوز بحاجة إلى 0.02 أور أوف برودكشن أور وبحاجة إلى 0.3 من البيبر. Each week, the publisher has available 120 hours of production time and 3,000 pounds of paper. إذا ال publisher هذا عنده 120 ساعة عمل وعنده 3,000 pound من البيبر. هاي اللي هي ال available resources. الآن total circulation for all three magazines must exceed 5,000 issues per week if the company is to keep its advertisers. لازم في كل أسبوع هاي الشركة تنشر على الأقل 5,000 نسخة، يعني لازم تنشر 5,000 نسخة على الأقل في كل أسبوع مشان تحافظ على الجهات اللي بتعلن عندها. The selling price per issue is 2.25 دينار للواي ال و 4 دنانير للاف تي و 1.5 دينار للاف ان. Based on past sales, the publisher knows that the maximum weekly demand for واي ال is 3,000 للاف تي 2,000 وللاف ان 6,000 issues. The manager wants to know the number of issues of each magazine to produce weekly to maximize total revenue. الان زي ما نعرف احنا بنحدد في البداية، بنقرأ السؤال كامل، قرأنا السؤال كامل، بدنا نحدد decision variable. والديسيشن فاريبلز بالعاده زي ما نعرف انه هون الاوبجكتيف زي ما حكينا في نهايه السؤال تو ماكسمايز الريفينيو. ومشان احنا نعمل ماكسمايز للريفينيو، اذا انا بحاجه الى الديسيشن فاريبلز يكون يعني لهم بالعاده قلنا اما بروفيت او برايس او كوست بير يونت. فالان الديسيشن فاريبلز عندي هم اليارموك لايف والاف تي الفارمينج توداي والفوتبول نيوز، هذول هم ديسيشن فاريبلز. والاسعار اللي لهم 2.25 دينار بير ايشو للواي ال، 4 دنانير للاف تي و 1.5 دينار للاف ان، هذول هم ايش الديسيشن فاريبلز. ليش؟ لانه لهم برايس بير يونت، برايس بير يونت. هاي اذا بدك اياها هيك حفظ تحفظ كيف تطلع decision variables يعني، او تتعامل مع اغلب الاسئله. لكن decision variables انت بدك تعرف شو الاوبجكتيف، شو الزد، والزد على ماذا يعتمد، على اي كميه يعتمد. لان هون الاوبجكتيف فانكشن هو ريفينيو، ماكسمايزر توتال ريفينيو. انا عندي ثلاث منتجات، كل منتج يساهم في هذا الريفينيو، فانا الاوبجكتيف فانكشن زد الريفينيو يعتمد على الكميات التي يجب بيعها من هذول الثلاث decision variables YL و FT و FN. طيب الآن لإنتاج هاي الثلاث مجلات أنا بحاجة إلى resources. ذكر لي الresources
اللي هم الـ production hours والـ paper. طبعا هذا الجدول حكينا عنه، حكينا عن الجدول احنا في الأول فيديو وثاني فيديو، احنا بننظم المعلومات بالجدول هذا. طيب الـ production hours، إذا عندي الـ production hours هذا أول resource، والـ paper هذا الريسورس الثاني. حكالنا الآن هون أنا بحط بهذا الجدول هون استهلاك المنتج الأول من الريسورس الأول، وهون استهلاك المنتج الأول من الريسورس الثاني، وهون استهلاك المنتج الثاني من الريسورس الأول، وهكذا. الآن الاستهلاك نيجي على يارموك لايف. اليارموك لايف استهلاكه من البرودكشن أور اللي هو 0.01 أور، واستهلاكه من البيبر اللي هو 0.2 باوند من البيبر. المنتج الثاني FT استهلاكه 0.03 أور و 0.5 باوند. ال FN استهلاكه 0.02 من الأور و 0.3 باوند من البيبر. هاي احنا هيك عبينا استهلاك كل منتج أو كل واحد من هذول decision variables من الريسورسز الموجودة عندي. الآن الأفيلابل ريسورسز حكالنا بأنه الشركة عندها أفيلابل 120 ساعة عمل من the production hours و 3000 pound من البيبر، هاي الأفيلابل hours. وحكينا الأسعار. الآن باقي الأشياء اللي كانت معطاة بالسؤال هي عبارة عن other constraints، عبارة عن إيش؟ عن other constraints ما بقدر نلخصهم بالجدول. الآن ال decision variables حددناهم، نكتب الآن الموديل. طبعا السؤال maximize z، وz يعبر عن الريفينيو. 2.25 x1 زائد 4 x2 زائد 1.5 x3، هذا من الجدول السابق. جدول يفترض تكون كتبته، اكتب الجدول عندك. الآن subject to 0.0x1 زائد 0.03x2 0.01x1 زائد 0.03x2 زائد 0.02x3 أقل من أو يساوي 120. حكينا ليش أقل، يعني ليش أقل من أو يساوي. اللي حضر أول فيديو formulation بيعرف، لأنه هاي available quantities. available quantities 0.2x1 زائد 0.5x2 زائد 0.3x3 أقل من أو يساوي 3000. هذولا الـ two constraints المرتبطين بالresources. الآن في حكى جملة بأنه الشركة مشان تحافظ على الأدفرتايزر، على المعلنين عندها، لازم تنشر على الأقل في كل أسبوع قديش 500 مجلة أو 500 نسخة. فإذا x1 زائد x2 زائد x3 أكبر من أو يساوي 5000، هذا other constraints 5000. ليش؟ لأنه هي لازم تنشر على الأقل 5000 مجلة مشان تحافظ على الأدفرتايزر اللي عندها، اللي بضل يعلنوا عندها يعني. كمان بالاعتماد على الـ past demand، حددت الشركة بأنه الماكسيمم ديماند على اليرموك لايف كان قديش؟ 3000، يعني مش راح يزيد عن 3000. إذا أنت لا تنتج أو لا تنشر أكثر من 5000 نسخة من هاي المجلة، كونه مش راح يكون عليها ديماند أكثر من 3000. فإكس 1 أقل من أو يساوي 3000، ونفس الإشي ده الأف تي اللي هي إكس 2 أقل من 2000، وإكس 3 أقل من أو يساوي 6000، والإكس 1 فاصل إكس 2 فاصل إكس 3 أكبر من أو يساوي 0. هذا الكونسترينت دائما نكتبه، اللي هو كونسترينت النون نيجاتيفيتي. فإذا هذا السؤال هيك بيكون انتهى. الخطوات زي ما بنعرفها من أول فيديوين، يعني هون بس هي امتداد يعني للموضوع. الخطوات إنه أنا بحدد decision variables، بكتبهم بالجدول، بكتب الأسعار أو الدولارز أو الموني يعني بير يونت تبعهم، بكتب الريسورسز، وبكتب الأفيلابل كوانتيتيز، بكتب الاستهلاك كل منتج من هاي المنتجات من كل ريسورس، وبعدين بكتب الأوبجكتيف فانكشن والكونسترينتس الموجودة في الجدول، وبكتب الأذر كونسترينتس. بالعادة الديماند هي أذر كونسترينتس والنون نيجاتيفيتي، ونخلص السؤال. طيب
شوف السؤال اللي بعده. طيب قبل كيف ممكن يسألني على هذا السؤال انه ده بده يسأل multiple choice؟ نطلع مثلا هون 1 2 3 4 5 6 7، هذول 8 معادلات، هذول 8 معادلات. الآن أنا كيف يعني ممكن إني أكتب 3 أو 4 objective function، وأكتب من كل constraints من هذول أكتب، لا يعني أبدل يعني أغير أرقام، أبدل أرقام. فبكتب لك ممكن يعني يكتب 20 constraints أو 20 معادلة، تلاقي منهم معادلتين أو 3 معادلات لزد. في إشي بيكون ماكسيمايز وإشي بيكون مينيمايز مثلا، أو إنه مثلا ماخذ قيم أخرى من القيم وحاطها بالزد، مش هذول 2.25 والأربعة والواحد ونص، حاط قيم ثانية مثلا. وهذول مثلا، عندي X1 أقل من 3000، X2 أقل من 2000، X3 أقل من 6000. ممكن أحط X1 زائد X2 زائد X3 أقل من أو يساوي، وأجمع الأرقام وأروح أحطهم كونسترينت واحد. هذا غلط. فهاي الموديل قدامك انت، هاي المعادلات اللي طلعت معك اذا كان حلك صحيح 100%، بس تطلع على الخيارات راح تلاقي هذول الاشياء موجودة بالخيار، بس تختار الايش المعادلات الصحيحة الموجودة في الموديل. فانت بدك تختار المعادلة الصحيحة اللي موجودة في هذا الموديل اللي انت مكتوب بتلاقيها قدامك، بدك تختارها. فيها فقط عملية اختيار، حتى إذا ما لقيتش واحدة من المعادلات اللي أنت طلعتهم موجودة بالخيارات، فهذا دليل إلك إنه يعني في خلل عندك، في خلل بالحل، إنه ارجع شوف شو المشكلة. طيب شوف السؤال اللي بعده. بيتي مالوي owner of the Yagel Tavern in Pittsburgh is preparing for Super Bowl Sunday and she must determine how much beer to stock. Betty stocks 3 brands of beer, Yodel, Schott's, and Rainwater. The cost per gallon to the tavern owner of each brand is as follow. Heil brand, Yodel, Schott's, Rainwater, with cost per gallon 1.5 per gallon الواحد. The tavern has a budget of $2,000 for beer for Super Bowl Sunday. Betty sells Yodel at a rate $3 per gallon, Schott's at $2.5 per gallon, and Rainwater at $1.75 per gallon. Based on past football games, Betty has determined the maximum customer demand to be 400 gallons of Yodel, 500 gallons of Schott's, 300 gallons of rainwater. The tavern has the capacity to stock 1,000 gallons of beer. Betty wants to stock up completely. Betty wants to determine the number of gallons of each brand of beer to in order to or to order so as to maximize the profit. طيب لأن هذا السؤال هو لغته شوي صعبة ومش مناسب، أو مش تناسبش إنه مستوى يعني طالب إنجليزيته ضعيفة، بس احنا ناخذ منه أفكار، ناخذ أفكاره. الآن بيتي اللي هي صاحبة هذا المحل، هي بتحضر ليوم العيد، العيد اللي عندهم هذا اللي هو عيد السوبر بول صندي، بدها تحدد كم من بير تخزن عندها في هذا المحل، في محلها. هي بتشتغل بثلاث أنواع أو ثلاث براندز، يودل وشودز ورين ووتر. هيك زي ما تقول إنه زي دكانة، يعني بدها تشتري. الآن عندها بادجت، هي اليودل الجالن الواحد من يودل بتشتري ب1.5 دولار، والجلن الواحد من الشودز ب 0.9 دولار، والرين ووتر الجلن الواحد منه ب0.5 دولار. وهي عندها بادجت مقدارها $2,000 للسوبر بول ساندي. ان تحديد الديسيشن فاريبلز هون
decision variables لأنه قال بأنه بيتي تبيع اليودل بمقدار 3 دولار لكل جالن، والشوتز باثنين ونص، والرين ووتر ب1.75. فإذا ال decision variables هم يودل وشوتز ورين ووتر. هاي أول شغلة، لأنه لهم أسعار بير يونت بير جالن، يعني الجالن الواحد منهم السعر، فثلاث دولار بير جالون واثنين ونص وواحد فاصلة 75، هذول الأسعار. الآن ليش طب هذول الكوست؟ دائما قلنا البادجت، لما يكون في بادجت، البادجت بتاخذ الكوست، بتاخذ الكوست بير يونت. يعني هاي البادجت بتكون استهلاك كل منتج من ريسورس البادجت. هذول الكوست بير جالون اللي هون هي استهلاك كل منتج من هذول المنتجات من البادجت، استهلاك كل منتج من ريسورس البادجت. هذا المثال او شغلة البادجت موجودة بالفورموليشن الجزء الثاني بسؤال الشهوان كومباني، سؤال شهوان فيرنيتشر كومباني، موجودة الفكرة هاي، فكرة انه البادجت تأخذ الكوست بير يونت، الكوست بير يونت بتروح مع البادجت. على كل، اذا انا عندي تو ريسورسز، ريسورس البادجت والريسورس الثاني اللي هو الوير هاوس كاباسيتي، المخزن، المخزن اللي هو قال بانه the tavern has the capacity to stock 1000 gallons of beer و بيتي wants to stock up completely، بدها تفلل المخزون بالكامل. اذا هذا decision variables يودل وشودز ورين ووتر. ليش؟ لانه لهم اسعار دولار بير يونت، واحنا بدنا نعمل ماكسمايز للبروفيت. فانا عندي 3 دولار بير جالون واثنين ونص وواحد فاصلة 75. الان في البادجت اللي هي 1.5 و.9 و.5، والرايت هاند سايد اللي هي افيلبل بادجت اللي هي 2000 دولار. الوير هاوس كاباسيتي قال بانه ايش 1000. الان شغلة الكاباسيتي هاي انه اذا ما كان في عندي استهلاك كل منتج من المساحة التخزينية من الاستورج، قلنا بنعتبرها او هي تعتبر اصلا واحد، لانه يعني عندي مساحة لألف يونت، وبالتالي كل يونت من كل منتج بيستهلك مساحة 1 يونت. فهذا الجدول عندي يودل وشودز ورين ووتر ديزيشن فاريبلز، وهي أسعارهم، وهذولا التو ريسورسز اللي هم البادجت والوير هاوس كاباسيتي. في الأذر كونسترينتس اللي هم كانوا على الديماند، كان عندي أذر كونسترينتس على الديماند اللي هم determine الماكسيموم كاستمر ديماند 400 على اليودل على اكس 1، اذا اكس 1 هون اقل من 400، وعلى الشودز اكس 2 اقل من 500، وعلى الرين ووتر اكس 3 اقل من 300. فهنا الفكره في فكرتين شويه زياده، وحتى احنا ذاكرينهم، يعني ذاكرينهم بالفورموليشن البارت الثاني، فكرة الوير هاوس كاباسيتي واستهلاك كل منتج من الوير هاوس كاباسيتي، لأنها لم تذكر، أو لأنه هون 1000 يونت، فهون حطيناهم 1 1 1. والفكرة الثانية شغلة البادجت مع الكوست، إنه الكوست بتروح مع البادجت مش على الأوبجكتيف فانكشن. طيب في الفكرة الثالثة اللي هي بيتي wants to stock up completely، يعني بده يفلل المخزون كامل، وبالتالي إشارة هذا الكونسترينتس ما راح تكون أقل من أو يساوي، راح تكون يساوي. على كل، إن هذا الموديل ماكسيمايز زد 3x1 2.5x2 1.75x3 subject to هذا الكونسترينتس تبع البادجت، وهذا الكونسترينت الثاني اللي هو x1 زاد x2 زاد x3 يساوي 1000. هذا الكونسترينت إيش؟ كونسترينت الوير هاوس كاباسيتي، حطينا اشارته يساوي وليس اقل من. ليش يساوي؟ لانه بيتي wants to stock up completely، بده يفلل او يعبي المخزون بالكامل، بده يعمل فل للمخزون. وهذول الكونسترينتس الثلاثه اللي هم كونسترينتس تبعات الديماند، الاذر كونسترينتس. طريقه السؤال يعني نفس الاشي. طيب
هيك خلصنا هذا السؤال. نشوف السؤال اللي بعده. The Hickory Cabinet and Furniture Company produces sofas, tables and chairs at its plant in Greenhouse, North Carolina. The plant uses three main resources to make furniture: wood, filustery and labor. The resource requirements for each piece of furniture and the total resources available weekly are as follows. أنا عندي هذول المنتجات وهاي ال requirements وهاي total available resources. معنى هذا الجدول كالتالي: الآن الصوفة تستهلك 7 من الوود، تستهلك 12 يارد من الفلستري، و6 اور من الليبر. التيبل هذا الريسورس ريكويرمنت، يعني قديش استهلاك كل وحدة من الريسورسز. التيبل تستهلك 5 وود وما بتستهلك من هذا الريسورس الثاني، بتستهلك 9 من الليبر. والتشير بيستهلك 4 من الوود، 4 فت من الوود، 7 يارد من الفلستري، و5 اور من الليبر. وعندي الافيلبل ريسورسز او التوتال افيلبل ريسورسز اللي هم 2250 وود، 1000 فلستري، و240 ليبر. هذا افيلبل. طيب، the furniture is produced on a weekly basis and stored in a warehouse until the end of the week when it is shipped out. The warehouse has a total capacity of 650 pieces of furniture. Each sofa earns $400 in profit, each table $275, and each chair $190. The company wants to know how many pieces of each type of furniture to make per week to maximize profit for linear programming model. طيب، الآن the decision variables هم الصوفة والتيبل والشير، لأنه أصلا حكالي الربح تبعهم، البروفيت بير يونت إلهم. الصوفة $400، التيبل $275، والشير $190. شير $190. الآن الكومباني، الآن بدي أرتب الجدول، حسب طريقة الجدول اللي احنا اللي أنا متعود عليه، متعودين عليه. هاي decision variables اللي هم الصوفة والتيبل والشير، وهاي اللي profit تبعهم per unit. الآن هون بدي أحط إيش؟ بدي أحط resources اللي هم عندي الوود والفورستري والليبر. الرايت هاند سايد أو الأفيلابل كوانتيتي من كل وحدة اللي هم هيهم هون 2250 و1240. الآن الكونسومشن عند الصوفة نمشي عند 7 و 12 و 6، التابل 5 و 0 و 9، والتشير 4 و 7 و 5. هاي عبيناهم وين؟ حطيناهم بالجدول فقط. في كمان في other constraints اللي هو ال capacity أو ال warehouse capacity. فأنا عندي ال capacity وعندي 650 pieces، يعني ال capacity عندي يعني المكان التخزيني بيتسع ل 650 قطعة من هاي المنتجات. فهون بنحط واحد واحد واحد، يعني التيبل او الصوفة تستهلك مساحة قطعة واحدة من الكاباسيتي، والتيبل يستهلك مساحة قطعة واحدة من الكاباسيتي، والتشير يستهلك مساحة قطعة واحدة من الكاباسيتي. طيب، الان ماكسمايز 400x1 275x2 190x3 subject to، هذول الكونسترينتس من الجدول، من الجدول بدهم، مش يعني بس الأرقام من الجدول، بتحط الإشارات أقل من أو يساوي، كلها أقل من أو يساوي. ليش؟ لأنه available resources هون ما في، يعني إشي سؤال بسيط هو، بس إنه طويل.
اللي مش فاهم، اللي حاس حاله مش فاهم يعني مظبوط هون، تفصيل أكثر موجود بالفيديو الأول والثاني. يعني هون بس هي إعادة وتكرار للأفكار، إعادة وأفكار وتكرار، لكن السؤال صار أطول شوي كطول، و نص السؤال يعني نص السؤال صار أطول، فصار عندي أكثر من two decision variables، يعني مش بس decision variable واحد، صار فيه أكثر من two decision variables. طيب نشوف السؤال هذا. Red Bird Feed Company. The Red Bird Feed Company makes a feed mix from four ingredients: oats, corn, soybeans, and vitamin supplement. The company has 300 kilogram oats, 400 kilogram corn, 200 kilogram soybean, and 100 kilogram mineral vitamin supplement available for the mix. The company has the following requirements for the mix. الآن at least 30% من الميكس لازم يكون صويا بين، at least 20% من الميكس لازم يكون فيتامين سبليمنت، الراتيو الكورن تو اوتس لازم ما تتجاوز 2:1، والاماونت اوف اوتس cannot exceed the amount of soybean. الميكست must be at least 500 كيلوغرام. الآن هاي الكلف، كيلوغرام من الأوتس بيكلف نص دينار، الكورن دينار وعشرين قرش، الصويابين 0.60 دينار، والفيتامين سبليمنت 2 دينار. The feed company wants to know how to know the number of kilograms of each ingredient to put in the mix in order to minimize cost. السؤال شبيه بالدايت اكزامبل، يعني السؤال هذا شبيه بالدايت اكزامبل. اولا decision variable، دائما احنا بالبداية بنحدد decision variables. شو هم decision variables؟ عندنا الاوتس، وعندنا الكورن، وعندنا الصويابين، وعندي الفيتامين، لانه لهم الكلف الكوست بير يونت، وانا بدي اصلا اقلل الكوست، دائما مينيمايزيشن للكوست. فاذا هذول هم decision variables. decision variables الاوتس والكورن والصويابين والفيتامين، والكلف تبعتهم نص 0.5 و1.2 و0.6 و2، هذول decision variables. الان هون هم نفسهم يعني موجودين على شكل resources كمان، يعني الاوتس والكورن والصويابين والفيتامين هم نفسهم كمان يعني بدي اشتريهم، وهم كمان يعتبروا الريسورسز الموجودة عندي. فهو قال بانه الشركة has معناها يمتلك او عنده، معناها available 300 كيلوغرام من الاوتس و400 من الكورن والسويابين 200 و100 من الفيتامين. ان هذا الميكس اللي احنا بدنا ننتجه، احنا هون السؤال هذا خلطة مرتبة، يعني هي عملية انتاجية وعملية شرائية مع بعض. يعني هون بدنا نعرف كم لازم نحط في من كل ingredient، من هذول الingredient اللي بيكونوا لي هذا الفيد، هذا الغذاء، الميكس الغذائي، مشان انا اقلل كلفة هذا الميكس علي. الآن الأوتس بيستهلك يعني الجرام، الكيلوغرام الواحد من الأوتس بيستهلك كون واحد، والكيلوغرام من الكورن بيستهلك واحد من الكورن، الصويابين واحد، والفيتامين واحد. لهم انسى الجدول هذا، الجدول تنساه حاليا، يعني هو مش مهم في هذا السؤال. طيب الآن عندي X1 الأوتس، X2 الكورن، X3 الصويابين، X4 الفيتامين. سؤال minimize cost، minimize Z من تكلفة هذا الفيد على هاي الشركة، اللي هي نص X1 زائد 1.2 X2 زائد 0.6 X3 زائد 2 X4، subject to إنه X1 أقل من 300، X2 أقل من 400، X3 أقل من 200، X4 أقل من 100. هذول اللي هن available resource، يعني قديش عقد ما بدك
يعني الغذاء هذا لازم استهلاكه من هاي المنتجات أو من هاي المكونات لازم ما يتجاوزش الـ available quantities. كمان نيجي على الجملة الأولى، قال بأنه at least 30% من الميكس لازم يكون صويا بين. احنا عارفين بأنه الصويا بين هي X3، إذا X3 أكبر من أو يساوي 0.30 من الميكس، والميكس هو عبارة عن X1 زائد X2 زائد X3 زائد X4. ما هو شو الميكس؟ الميكس هو X1 زائد X2 زائد X3 زائد X4، ف30% منه لازم يكون على الأقل إيش؟ صويا بين. فX3 أكبر من أو يساوي 30% من هذا الميكس. وكمان على الأقل 20% من الميكس لازم يكون فيتامين سبليمنت اللي هو X4. إذا X4 أكبر من أو يساوي 20% من الميكس، والميكس هو عبارة عن X1 زائد X2 زائد X3 زائد X4. الآن الراتيو الكورن تو أوتس، الكورن اللي هي X2 والأوتس اللي هي عبارة عن X1. الآن X2 على X1 لازم ما تتجاوز، يعني cannot exceed يعني أقل من أو يساوي 2 إلى 1 يعني 2 على 1. هو الميكس the amount of oats cannot exceed the amount of soybean. الأوتس ما راح يتجاوز اللي هو X1، الأوتس ما راح يتجاوز الصويا بين اللي هو X3. وكمان الميكس لازم يكون على الأقل 500 كيلوغرام. الميكس لازم يكون على الأقل قديش؟ 500 كيلوغرام. فX1 زائد X2 زائد X3 زائد X4 أكبر من أو يساوي قديش؟ 500 كيلوغرام. بالإضافة إلى أنه X1 و X2 X3 و X4 يكونوا أكبر من أو يساوي 0. فإحنا حددنا decision variables اللي هم الأوتس والكورن والصويا بين والفيتامين، لأنه إلهم الكوست بير يونت، وأنا هدفي هو تقليل كلفة هذا المزيج الغذائي. فهذا الأوبجكتيف فانكشن كتبناه، حددنا الريسورس. طبعا شغلة هاي للصفر اللي بالجدول انه يعني الاوتس استهلاكه من الاوتس واحد، طبعا هاي اخذناها بالفيديو الاول والثاني، موجود الفكرة بسؤال المنسف وبسؤال تبع بروبلم 2 42 كأنه، فموجود الفكرة هاي انه مثلا هون بنرجع على الجدول، هون هي استهلاك الاوتس من الاوتس من ريسورس الاوتس هي 1، فما راح يكون استهلاكه له استهلاك من الكورن او من الصويا بين او من الفيتامين، عشان هيك حطيناهم صفار. اللي فاهم اول فيديو وين مزبوط ما بشوف هذا صعب، بشوفه طويل بس لكن مش صعب. اللي فاهم اول فيديو وين فورموليشن هذا الموضوع، هنا الاسئله هاي بس طويله لكنها مش صعبه. حددنا decision variables، كتبنا objective function، كتبنا resources و constraints resources، وكتبنا الجمل الخمسة اللي معطانا إياها وإيش حط هون، يعني كتبناهم حولناهم لمعادلات، كل جملة حولناها لمعادلة. بس آخر شغلة إنه هاي ال X3 أكبر من أو يساوي مثلا 0.30 وبين قوسين X1، هاي بتقدر أنت يعني هاي الصيغة تقدر تبسطها انك توزع البوينت 30 على القوس وتنقلهم كلياتهم للجهة الشمال، ونفس الاشي بالنسبة لهون. وهاي اللي هي X2 على X1 اقل من 2 على 1، باثناء الجرافيكال تعرفنا على الموضوع كيف نعمل ضرب تبادلي وننقل. بس بضل عندك هون هاي اتركها الكو، البوينت 30 في القوس هذا، يعني انا بعتبر هيك انه خلص صح انعملت المعادله صحيحه، بس بالخيارات ممكن ما تلاقيهوش بالصوره هاي. فانت بدك توزع البوينت 30 على كل الاكسز هذول على القوس، وبعدين ايش تنقلهم على الجهه، تنقلهم على الجهه الثانيه. وهيك بنكون خلصنا هذا الفيديو، يعطيكم العافيه.